السلام عليكم ورحمة الله. استكمالا للقطع المكافئ اللي رأسه صفر وصفر، معايا كم مسألة؟ 1 2 3 4 5. خدنا مسألة في الشريط السابق، في الفيديو السابق، وهنا باخد مسألتين، ثلاث مسائل كمان على إيجاد معدل القطع. وهنا في سؤالين على ذكر صفات القطع، يا إما أوجد معدل القطع أو أذكر صفات القطع. خلاص، هي فكرتين في الأسئلة. هنا علشان اوجد معدل القطع بيقول لي بيمر بالرأس 0 و0 وبقرصه 0 و5، بنرسم رسم كروكي يا ولاد، رسم كروكي، ادي 0 و0 اهو وبقرصه 0 و5، 0 و5 هنا، دي 0 و5، دي البوكس، دي الاف، دي البقره. الفتحه يا ولاد في اتجاه البقره، محور القطع بيمر بالرأس والبقره، محور القطع يمر بالرأس والبؤر، يبقى ده محور القطع، يبقى الشكل عامل كده. أول خطوة بكتب الصورة القياسية، الفتحة إلى أعلى أو أسفل التربيع للإكس، بما إن الفتحة الأعلى يبقى موجب 4 سي واي، يبقى إكس تربيع تساوي 4، هنشيل السي ونحط قيمتها، قيمتها 5، 5 وحدات، ما دي قيمة السي، من هنا لهنا سي، يبقى في 5 في واي، يبقى الاكس تربيع بتساوي 20 واي. وده اول سؤال. السؤال الثاني بيقول لي عايز معدل القطع، بس هنا ايه بقى؟ راسه 0 و0، الدليل اكس يساوي سالب 4، هنا سالب 4، هنا كده سالب 4، هيمر كده، المعادلة هتبقى كده بتوازي المحور واي، يبقى دي الدليل، يبقى المسافة من هنا للرأس، ما دي الرأس 4، يبقى دي قيمة السي، وده يعتبر محور القطع، محور القطع، يبقى لازم الفتحة هتكون في اتجاه المعاكس، هتبقى كده، لأن الفتحة عكس اتجاه الدليل. الدليل لو كده لفوق يبقى الفتحه الى اسفل، الدليل لو تحت يبقى الفتحه الاعلى، الدليل هنا كده راسي يبقى الفتحه يمين، الدليل كده راسي يبقى الفتحه الى يسار. خلاص يا اولاد، فتعالوا هنا بصوا معايا، ادي الدليل، الدليل عمودي هنا، لان الواي ده المحور واي وده المحور اكس، بيوازي لان دي 4 سالب 4، ده اسمه اكس، اي خط راسي معادلته اكس، اي خط راسي بيوازي الواي معادلته اكس، يبقى هنا اكس بسالب 4، يبقى الفتحه في الاتجاه الثاني، هو هيبقى عمودي على محور القطع. يبقى الصوره القياسيه، هيبقى التربيع للواي، وطالما في اتجاه اليمين يبقى موجب 4 سي اكس، يبقى 4. السي بكام يا ولاد؟ السي ب 4 في اكس، يبقى 16 اكس، يبقى واي تربيع ب 16 اكس. طيب نشوف الحاله الثالثه، بيقول لي ايه؟ اوجد معادله القطع الذي راسه 0 و0، ده كل ده رسم كروكي، لازم 0 و0 ده الراس، محور القطع ينطبق على المحور اكس، يبقى ده محور القطع. تمام، حلو جدا. وفتحته تجاه الجزء السالب، طبعا هنا موجبات وهنا سوالب، لان ده المحور واي وده المحور اكس، هنا 1 2، هنا سالب 1 سالب 2، بيقول لي فتحته في الجزء السالب، ادي فتحته اهو. سمع ولد بيقول لما يكونش لتحت، لان هو قال لي ان المحور اكس هو محوره، كلمه محوره يعني بيمر بمنتصفه، محور القطع يعني بيمر بمنتصفه. بعد كده قال لي ويمر، يمر المنحنى ده بيمر بسالب 2 و2، هنا النقطة دي سالب 2 و2، هذه النقطة تخص الاكس والواي. أما نقول لي يمر بالنقطة معناها دي قيم اكس وواي، بيدينا اكس وواي عشان أنا أجيب السي، لأن أنا السي مش مدانيش حاجة، لا إداني البقرة ولا إداني الدليل، يبقى أنا ما عنديش سي، ولكن أنا بالطريقة دي هكتب الصورة القياسية. الصورة القياسية التربيع للواي والإشارة السالبة لأنه في اتجاه اليسار، 4 سي إكس، هو قال لي إن الواي ب 2، هروح جايب مربع الاثنين، تربيع الاثنين،
اشيل الواي واحط 2 ناقص 4 سي، واشيل الاكس واحط سالب 2 هتبقى دي 4 بتساوي سالب 4 وسالب 2 ب 8 سي. هنقسم الطرفين على 8 على 8 تبقى السي تساوي 1 على 2. جبت السي، هو عايز المعادلة. طالب هيقول لي او طالبة يا تيتشر ما انت كتبتش المعادلة دي يا ولاد، اسمها صورة قياسية. طول ما فيها السي اسمها صورة قياسية، اللي هو الشكل اللي احنا حافظينه. اول ما اجيب قيمة السي وعوض بيها يبقى انا جبت المعادلة المطلوبة. يبقى هاجي هنا وارجع اكتب تاني واي تربيع تساوي سالب 4 واشيل السي واحط قيمتها 1 على 2 ضرب اكس هتبقى سالب 2 اكس، ودي الواي تربيع ودي المعادلة المطلوبة. طيب تعالوا هنا يا ولاد، هنا السؤال مختلف تماما. هنا السؤال بيقول لي صفات القطع، طالب صفات القطع لازم احط الصورة القياسية عشان اجيب قيمة السي. الصورة القياسية هنا بالموجب يبقى الواي تربيع بتساوي 4 سي اكس. اساوي ده بده كده يا ولاد، اساوي ده بده يبقى 4 سي بتساوي 24 هنقسم على 4 على 4 تبقى سي تساوي 6. يبقى دي الخطوة الأولى، دي نمرة 1. نمرة 2 هنرسم شكل كروكي. كل الباب ده أنا برسمه كروكي وطلع كل حاجة، لا بعمل بمعادلات ولا بشغل بالي أبدا، كله كروكي عندي. برسم رسم كروكي أهو كده، التربيع للواي والإشارة موجبة يبقى الشكل عامل كده أهو كده بالظبط، لأن التربيع للواي، التربيع للواي يا إما يمين يا إما يسار. يمين ليه؟ لأن الإشارة موجبة. طيب أنا هاجي هنا وأقول دي الفوكس إف، المسافة دي سي، يبقى النقطة دي 6 و0، يبقى هنا الدليل بمار، هيبقى هنا سالب 6 و0. هاجي أكتب الصفات، أول صفة فتحته يمين، تاني صفة محور التماثل المحور إكس اللي معادلته واي يساوي 0. نمرة 3 البقرة، البقرة دي عبر انها زوج مرتب 6 و0. معادلة الدليل 4، معادلة الدليل هي طبعا كده بيوازي الواي يبقى اسمها اكس بتساوي سالب 6. خلاص؟ ممكن اقول نمرة 5 طول الوتر البقري اللي هو 4 سي، طول الوضع البقري اللي هو ال 24 كلها عشان تبقوا فاهمين هما 5 صفات. اخر فقره دي لازم اوضبها، لازم اخلي التربيع في الطرف اليمين وكل حاجه ثانيه في الطرف الايسر. يبقى دي هتبقى اكس تربيع بتساوي سالب واي. دي المعادله، انا هكتب الصوره القياسيه، التربيع للاكس وطالما دي سالب يبقى سالب 4 سي واي. هنساوي دول ببعض. ما تقوليش هنا مفيش حاجة، لا في سالب 1. يبقى هقول سالب 1 بتساوي سالب 4 سي. هنقسم على سالب 4 على سالب 4. تبقى السي بتساوي ربع. يبقى دي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هنرسم رسم كروكي. اعمل كده، دي سالبه يبقى الرسمه الفتحه الى اسفل، عامله كده الفتحه الاسفل، تبقى دي النقطه دي الفوكس بتاعي هيبقى الصفر وسالب ربع. فوق هنا هعدي كده الدليل هيبقى النقطه دي صفر وربع. هبتدي اكتب كل النقاط دي. نمره 1 فتحته لأسفل، نمرة 2 محور التماثل هو واي معادلته اكس يساوي 0، نمرة 3 البقرة 0 وسالب ربع، 0 وسالب ربع، 0 وسالب ربع، نمرة 4
معادلة الدليل كده يبقى واي تساوي ربع. نمرة خمسة، طول الوتر البؤري 4 س بتساوي 1. مفيش حاجة اسمها سالب 1، ما دي كلها 4 س، ما عشان كده بيحط قيمة مطلقة، لأن ال 4 س لابد أن تكون بالموجب. كده احنا خلصنا النوع الأول اللي عندما يكون الرأس 0 و0. دلوقتي حالا هندخل فيديو جديد لما يكون الرأس غير الصفر والصفر، بنسميها اتش وكي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.